يا حبيبي قالت الموت قبل ان تموت. قالوا له كيف؟ قال لهم الان الماضي مضى والمستقبل غريب، عيشوا غرباء وطوبى للغرباء. كيف بدك تموت؟ قال له موت الفكر، عشان هيك بدك موت الفكر. وهون كانت قوة الخلفاء، عم بعيشوا اللحظة كسنان انبسط، كل واحد عم بيسأل عن الثاني، ما كان يأمن لحدا، كان يحمل كيس قمح هو يتفقد الرعية، هو المسؤول، بدي اتحاسب أنا. وقت اللي وصل على بيت قالت له حطي حليب بالماي، شو هلا عمر شايفنا؟ قالت له إذا عمر منو شايفنا رب عمر شايفنا. سبعة جوز ابنه وجابت عمر بن عبد العزيز. وقت اللي امرأة كمان قالت له أنا أولادي ناموا من الجوع، هلا كانت حاطة حق بحص وعم تحرك الأكل، بس جارتي ولادها بعدهم عم بيبكوا من الجوع، شوفوا كيف كانوا. خد لها كان يتفقد الرعية ما يأمن للوزير. هلا الوزير عاقر لأنه الحاكم عاقر، بنبوس ايد الحاكم ونحن بدنا نبوس اجره لايديك، قلت اجره لايديك بعدين ايديك ببوس طيز ايديك. كل اربع سنين بيجي يزورك لانه في انتخابات بده صوتك، وبيشتريك على اربع سنين وانت بتصير تبوس ايدين واجرين وطيزين. هيهات بينزل لك زين العابدين، قال لهم اذا جايين معي كرامة لبي وجدي والنبي لا تجوا، بس إذا مأمنين اللي عندي هالإيمان فيه تعالوا. كيف في هيك إسلام؟ كيف في هيك محمد وهيك علي وهيك مصطفى ومختار وحسن وحسين وفاطمة وزينب ومريم وعيسى وقرآن، وفي هيك إنسان بأمة العرب ما عنده شيء من الأنسنة؟ اللي يقول واحد أتحديكم، بدي حدا فيكم يتحدي، إن كان رئيس أو ملك أو خادم أو خرق. في إلي أمل بالخرق أكثر، شي نهار بيشبع من الخرقين. شفتوا مال لبنان عند المفتي لوين رايح؟ مال الزكاة، شفتوا شو عم يعمل؟ فتن هيدي، كل فتاوى وكل مفتي وكل مفتن وكل شعب وكل خوري وكل كنيسة وكل مسجد ومعبد وهيكل. قال المسيح إجا نهار الأحد بده يزور أمه، قال بروح عند الكاثوليك بحبوا أمي، راح على الفاتيكان. وقت هونيك الأحد طالعين الولاد الصغار قالوا يا تيتا يا تيتا هيدا المسيح مات من 2000 سنة. قال هاتنين ما عرفوني لا الجد ولا الحفيد، بركي الشباب. قال لهم أنا المسيح. في كتير هبين مثلك بتلاقيين الكرة الأرضية صاروا لا هالجيل لا هالجيل لا هالجيل نقعد الأجيال ما في أمل. بركي الأبونا قال له يا أبونا قال اسكت بس شفتك عرفتك، ولا إذا بدنا نصدقك شو كنا كنا نقرا وشق حقيقي مطلق، لكن نص الكرة الأرضية كاثوليك شو صار عندنا. هلا إذا بتفتح لنا قالوا له انتبه في كرسي على الكهرباء تحت. وهيك استاذه لجيم هامبل كلهم كل العلماء اللي بأمريكا بكندا اللي فتحوا ضمهم عم بيحكوا عن علم لا إله إلا الله، علم أبو ابن روح قدس، علم أمكم الأرض وعمتكم النخلة، علم خذوا كل هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي. شو عملنا فيهم؟ تحت الأرض كلهم ماتوا، ما احترمنا ولا عالم. علماء الذرة معلش هو بيحترمون عطوا بري نوبل، بس علماء الدين لا ما بدنا، بدنا علماء يلي علماءكم الشر علماء، منكم تخرج الفتنة وإليكم تعود. هيك عم بصير بكل أمة العرب بكل المسلمين مسمين، وجهل الجهلاء من تقصير العلماء، المفسرون هم المفسدون بالأرض. فإذا الموت قبل أن تموت مثل ما قال المسيح إن لم تعودوا كالأطفال ساعتها البراءة بتكبر، إذا كبرت البراءة البريئة تجي الحكمة.
يصير عندك الحكمة والبراءة والعلم بيجي من لدني. هيك سيدنا الخضر مين علمه؟ ما بدي علم المدارس والمدارس. قال له يا بي كنت افهم كثير، بعتني على المدرسة صرت حمار. أول يوم راح المدرسة جوني، قالت له أمه شو صار معك؟ قال له عرفت إنه اسمي جوني. Not don't. Don't do this, don't do that, don't do that, don't do that. بالعربي بس عص 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 عص. لا 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 لا. محمد الوحيد اللي إجا وقال كلمة لا أحلى. لا إله إلا الله. اسمع إنه فوق. أقرب لك حبل الوريد بين أسدس بحجبه. ما بدك تحبه. استخلي قلبك. قلت له أنا بحبه لموسى لا. عبد الله اللي لو زوجتك نفسي مين الشهيد على الصدق بينك وبينه؟ ما في طلاق؟ أبغض الحليب يا حبيب قلبي. شو هالكلام؟ كيف قال هيك؟ حليم السعدية قال له جوز أصحيت لا تضربيه في كرامات عنده. قلت له أنا شفته ما بيعرف بيه. وقت الميت كانت أمه كمان على زمان ميتة، وقت الميت أمه كانت طفل. ومين ربي عمه؟ قالوا له رهبان النصارى. مين معك؟ قالوا له خي صغير. قالوا له لا ما انه صغير، معه اشارات انتبهوا له. من اليهود؟ مين اليهود؟ انت وانا. من اهل الشر؟ من المختارين للشر؟ انت وانا. بعدنا عم نرجمه لمحمد، بعده بدعاء الطائف، الدم عم بيجري من اجريه. يقول له بس ما بدي الا رضاك. قال له أنا راضي عليك، بدك هد الجبال. قال له إذا صوتي مش صوتك يا أرحم الراحمين. هو شفيت على قلب محمد وحكي، على قلب المسيح، قلب جبران، قلب الخاين عينه. قال له ما تخلي دمي يغضب على الأرض. بركي زرعه أخوتي ما طلع له زرع، بركي شي واحد بيآمن فيك. نعم. بكل بلد في واحد، مش محمد أقل، بس كل واحد منه أقل من محمد، بس نحن عم نعبد درهم والدينار، بس على الطريق إن شاء الله من السالكين. هالسكة هيك كاني حطينا الترين، هالترين حطيته على السكة وصار من السالكين. الكتاب خير جليس وعندي صبر ومعي تاقي كل يوم وبكرة وبعد بكرة، وما بعرف إذا بعيش بعد دقيقة. تتذكروا اللي أخذ صار يدق على الطبلة؟ خيي نبي، خيي نبي. قالوا له كيفك نبي؟ خيي نبي. مرة واحد قال له اعطيني شيء رزق، قال له تعال بكره بعطيك. خي عرف انه بكره رح يكون عايش، وخي عرف انه بكره رح يجي هيدا الرشحات، وخي عرف انه بكره رح يكون معه مصاري. قال له خي شو بعمل؟ قال له بتروح بتعتذر منه؟ قال له نحن اخوه بالله، اخوه بالفقر، اخوه بالغنى. معك اعطيك كذاب معك. قال له اذا اعطيته مصاري شو رح يعمل فيهم؟ قال له عافيك. هلا فكر اذا اعطيته اياهم تيدخي؟ لا تيشرب قمح. فإذا تعود نفتح بيت اسمه علم أبدان وأديان، هيدي المدرسة اللي فتحها محمد وعلي.